هذه الجلسة جلسة خاصة تعقد استثناء للمادة 72 من اللائحة الداخلية بناء على الطلب المقدم من بعض السادة الأعضاء للنظر في الموضوعات الواردة للدعوة. تفضل خالد عتيبي. أولا، ما بني على باطل فهو باطل. هذه الجلسة جلسة عادية وليست جلسة خاصة استنادا للمادة 71 و72 من اللائحة، ولا يحق لمكتب المجلس إلغاء الجلسة العادية إلا بالرجوع للمجلس. حنا نواب الأمة ونحن من نقدر إذا كانت هذه الجلسة عادية وخاصة. سأبدأ بما انتهى إليه الأخ خالد العتيبي. أولا، كل الجلسات العادية والجميع يعلم لم تعقد لأسباب معروفة، وأيضا الجلسة العادية يا خالد أنا سمعتك، خلني أكمل رجاء، خلني أكمل. أنا استمعت لكم واستمعت لوجهة النظر، خلوني أكمل. كل الجلسات العادية السابقة لم تعقد لنفس الأسباب. مادة 140، مادة 161 من اللائحة، وبناء على المادة 71 و72، ومثل ما تفضلت ارجع للمجلس، سأرجع للمجلس وسيصوت المجلس أما الموافقة على إجراءات الجلسة وتعقد أو يرفض المجلس، وبالتالي أرفع الجلسة. الأخوة والأخوات، فقدت الكويت قبل أيام واحدة من رجالها المخلصين، وهو العم سليمان يوسف ذويخ.